مداخلة الحلقة. مداخلتي لبرنامج صحوة عن الولاية على المرأة، هل هناك فعلا ولاية على المرأة في الإسلام؟ وإذا كانت موجودة فما هو حدها الزماني والمكاني؟ هل هي مطلقة أم مقيدة بزمان أو بمكان أو بعصر أو بظرف أو بخلاف؟ وهل معنى الولاية على المرأة يتناقض مع مبدأ التكليف الذي وضعه الله عز وجل على كل نفس إنسانية مستحقة للحساب وللعمل وللمسؤولية في الآخرة؟ بمعنى هذا التكليف الذي وضعه الله عز وجل على عباده وعلى إثره يحاسب به الخلق ذكرهم وأنثى، وأحد أهم شروطه حرية الإرادة والاختيار، فهل نزع الولاية أو وجودها يتناقض مع هذا المبدأ؟ وهل يعني أن وجود ولاية ما أو نزعها يعني ارتفاعا في مدارج الأخلاق والتدين أم انحدارا بها؟ هل لهذا علاقة بذلك؟ دكتور، مداخلة الدكتور محمد آل سلطان عبارة عن مجموعة نقاط، من ضمنها هل الولاية مطلقة أو مقيدة، والولاية لا ترى أنها تتناقض مع التكليف الذي أعطاه الله للمرأة؟ أشكر أخي الفاضل الدكتور محمد على المداخلة الجميلة. في الحقيقة يعني أعتقد قد يكون بالمناسب في البداية أن نلفت الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات إلى أن الولاية التي يتعاطاها الناس الآن ويسيرون عليها قد يكون فيها نوع من الشطاط ونوع من الإجحاف أيضا بحقوق المرأة. يعني لابد أن نؤكد كثيرا على تحرير المسألة من ناحية فقهية فعلا في حدود هذه الولاية، حدود اشتغالها. يعني مثلا تكلمنا عن المال، فإن ثبت وأخذنا برأي الجماهير أن المرأة لها ذمة مالية كاملة ولها ولاية تامة كاملة تتصرف بموجبها في أموالها بطبعا شتى صور التصرفات الشرعية أو المشروعة، انتهينا من هذه. بالنسبة للزواج، إن أخذنا بالآراء القوية الراجحة أن المرأة لا يمكن أن تزوج بغير رضاها وبغير إذنها، هذا شيء مهم جدا جدا. ما الذي يبقى بعد ذلك الآن؟ وأنه يحرم على وليها أيا كان هذا الولي عضلها إن تقدم إليها خاطب كفؤ وهي تريده وتهوى، يحرم عليه أن يمنعها من الزواج به، وهذا يسمى عضل ومنهي عنه في الكتاب والسنة. السادة الفقهاء قالوا إن تكرم الولي عضل موليته بغير سبب شرعي سقطت عدالته وولايته، وعند الإمام أحمد بل سقطت إمامته، لا يجوز أن يؤم الناس في الصلاة إلى هذه الدرجة. يبقى نكون واضحين. لكن ما الذي يبقى بعد ذلك؟ مش شرط أن نأخذ مذهب أبي حنيفة بحيث نجوز المرأة أن تزوج نفسها بغير ولي، وهذا مذهب الإمام الأعظم ومن تبعه، ولكن بلا شك يعني شيء معقول ومقبول تماما أن المرأة تشترك مع وليها في إنشاء العقد. كيف يعني؟ هو الذي يعني يوجب ويقبل الآخر مثلا، لكن هي التي تعطي الموافقة على هذا الزوج، نعم هذا هو هذا أريده. فإن قالت لا أريده لا يملك عليها أن يزوجها، لكن هذا سيفتح موضوع ولاية الجبر أو الإجبار المسوبة بالذات للسادة الشافعية، موضوع آخر. على كل حال، في هذه الحدود يصبح الأمر معقولا جدا جدا، ما في شيء معنا مشكلة الآن. لكن ولاية بعد ذلك باسم الولاية تمنع المرأة من السفر، وحتى قضية سفر المرأة مع المحرم نحتاج أن نطرحها لكي نعلم مدى اعتلاقها بقضية الولاية، فإن وضح لنا شيء جديد أو شيء مخالف يخف أو تخف وطأة هذا الموضوع، أعتقد بالذات على أخواتنا وبناتنا من النساء يعني تخف الوطأة كثيرا.